اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا موجود في شارع حيوي في وسط لندن اسمه جيمس ستريت، موجود فيه كثير من المحلات والمطاعم، وبيرتادوا السياح من كل انحاء العالم بما فيهم منطقه الخليج العربي. هذا الشارع اصدقائي طبعا مش بعيد عن سيلفريدجز وعن اوكسفورد ستريت، طبعا في سلسله مقاهي رهيبه هنا ومجربه، هاريز واحد منها. طبعا يعني في تواجد للسياح بشكل كبير انا ملاحظ، وبتبدا تصير بيزي يعني في وقت المساء. اصدقائي جيمس ستريت بيبدا من هذه النقطه حتى نهايه الشارع، هو شارع صغير وفي هنا سكوير برضو بيزي. منطقة حيوية كتير فيها وجود لسياح، فلات ايرون، كابوتشينو في جيمس ستريت. فيها اسم هذا المكان الجميل، مقهى رائع. هذا مطعم تركي مشهور، نكمل معاكم، جميل ولذيذ. هذا الشارع اسمه جز فرعي بس في محلات. هذا جماعة مطعم تركي اسمه صفرة ومشهور كتير. ديوك ستريت هو الشارع اللي موجود في سيلفريدجز من ناحية، ولو كملنا دغري حنلاقي سيلفريدجز برضو اللي بطل على أوكسفورد ستريت. مطعم لبناني اسمه لذيذ، واتوقع انه اكله لذيذ، لازم نيجي نجرب. مبنى سيلفريدجز جماعة، ممكن يا جماعة تاخدوا عرباية زي هيك. ناندوز، هذا أوكسفورد ستريت، بداية جيمس ستريت تبدأ من هذا الشارع، حتشوفوا هذا الكشك. Enjoy your time. هذا يا جماعة الألوي هذا وديكوا على المكان اللي كنا فيه توه. هيك أصدقائي انتهت جولتي في جيمس ستريت في وسط لندن، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.